عمرو أديب حبيب قلب البلد قلب عليها. أيوة زي ما سمعت كده بالظبط، عمرو أديب لقى إن المركب خلاص بتغرق وكله بيخلع، قال خلاص ما أعمل كده أنا كمان وأبقى مش معاهم وأفضل مع الشعب. عمرو أديب بقى له فترة ماسك العصاية من النص وبيحاول دايما في كلامه عن النظام والشعب يكون حيادي عشان لو حصل حاجة يقول أنا الوحيد اللي في الإعلاميين اللي كنت بتكلم لصالح المواطن. طيب هو عم عمرو أديب عمل إيه؟ أديب عمل نفسه مع فئة المعارضة وقال يمشي عبد الفتاح والمفروض يدخل واحد غيره وننتخبه عشان نغير دم عشان السنة الجاية الاقتصاد زفت وأسوأ من أي وقت مصر هتروح فيه في داهية بسبب كل اللي بيحصل ده. وطبعا طلع المعارضين وقالوا عمرو أديب واد جدع وقال كلمة حق. المشكلة إن الكلام ده عمرو أديب قاله وهو بره مصر في لندن، يعني شكله كده بيهرب وبيسيب البلد، وخرج بره يقول الكلمتين دول عشان معرفش يقولهم هنا. بس المشكلة الأكبر إن كتير شايفين إن اللي بيعمله عمرو أديب ده مسرحية، وعشان هو فاكر نفسه ذكي شايف إن كده هيقدر يضحك على الناس، خصوصا إن الناس عارفة معدن كويس جدا وإنه كان بياكل على كل الموائد. والفكرة إن اللي مجمد قلبه إنه بيقبض راتبه من السعودية وعلاقته بالسعودية قوية بسبب قناة MBC، وهو عارف كويس قوي إن محدش هيقدر يعمل له حاجة لأن ليه ظهره هو وعماده فوق، عشان كده بيتكلم بجراءة. السؤال دلوقتي، تفتكروا عمرو أديب فعلا عامل الموضوع ده حدوتة ومسرحية عشان يضحك الشعب في الوقت ده تحديدا، وهيفضل الشعب عايش في النفاق والكذب ده دايما، ولا هو واخد اتجاه أي إعلامي حر أو مواطن حر في دولة حرة محترمة وطلع يعبر عن رأيه بحرية لا أكتر ولا أقل؟ وفي ناس تانية طلعة تقولك اللي بيعمله عمرو أديب ده طعم عشان كل اللي عنده كلمة يقولها ويصطادوه وقتها، خصوصا إنه طلع قال يا جماعة أنا مش هربان ولا حاجة وأنا هنا في لندن بخلص شغل يومين وراجع على مصر تاني. وفي كلام تاني بيقول إن تبنى في كلامه نفس وجهة نظر أحمد الطنطاوي اللي هي مش لازم الدنيا تتهد عشان يحصل تغيير، وده إما رسالة من الكفيل السعودي بضرورة التغيير أو لعبة كبيرة، وقالك بس كده عمرو أديب بقى عميل سعودي خلاص. والباز نفسه طلع قال إن كلام عمرو أديب جهل واللي بيأيدوه جهلة زيه، وفي اللي يقولك ده بيعمل كده عشان يزيد الإقبال والمشاركة في الانتخابات أو لسبب آخر محدش لحد دلوقتي يعرفه. وبالمناسبة أحمد الطنطاوي عمل مؤتمر في بني سويف وصف فيه السيسي بالخيانة والعمالة في ملف سد النهضة، ولسه الأيام اللي جاية هتكشف لنا حقائق كتير قوي.